السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بنت عقيد، وإن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الأول في الدراسات الصف الخامس الابتدائي. مفاجأة، الدرس نزل، هو الكتاب ما نزلش عامة عشان الناس عارفة، بس ديت حاجات مسربة للمنهج، فأنا خدت الدرس وشرحته علشان الناس اللي عايزة تبدأ بدري. الدرس بيتكلم عن موقع بلدي. مين هي بلدي؟ هي مصر. طيب عايزين نعرف مصر ديت تقع فين؟ موقع يعني المكان، بيتكم فين؟ بيتنا والله جنب معرفش المدرسة، في الشارع الفلاني، جنبه مكتبة، جنبه مطعم، بتوصف المكان. فأنا عايز أوصف مكان مصر، موقع مصر، لكن هنا الموقع هنا هيكون لشقين. الشق الأول موقع جغرافي، يعني هي مصر موجودة فين على الخريطة، والتاني موقع فلكي اللي هو خطوط الطول ودوائر العرض اللي خدناها السنة اللي فاتت في عناصر الخريطة، منها شبكة الإحداثيات، خطوط الطول ودوائر العرض. تعال نبدأ. مصر الأول، مساحة مصر. مصر 1 مليون كيلو متر مربع. مليون كيلو متر مربع، المساحة اللي احنا عايشين فيها دي كلها سواء صحراء أو اللي احنا ساكنين فيها، 1 مليون كيلو متر مربع، تمام؟ تقع مصر في الشمال الشرقي لقارة أفريقيا. طبعا يعني ايه شمال شرقي؟ احنا خدنا في سنة رابعة الاتجاهات الأصلية، خدنا في سنة رابعة الاتجاهات الأصلية، صح؟ اللي هي مين؟ اللي هي شمال، جنوب، شرق، غرب، وأخدنا الاتجاهات الفرعية. هو بيقول لي هنا ايه؟ الشمال الشرقي. فين الشمال؟ ادي الشمال. فين الشرق؟ ادي الشرق. يبقى مصر هنا الشمال الشرقي لقارة أفريقيا، تمام. امبارح كنت نزلت بوست ان القارات على الخريطة والدول هتكون انجلش، والناس مستاءة جدا من الموضوع ده، وقلت الناس لازم تذاكر بقى، يعني درس دراسات لازم يذاكر، لان في قارات زي كلمة افريقيا بالانجلش مش هينفع تقولها لطلابك افريقيا، اسمها افريكا. افريقيا قارة زي قارة اسيا هتقول عليها ايشا، ايشا. دولة زي ماليزيا، ماليجيا، ماليجيا، تمام. دولة زي روسيا تقول عليها روشا. فلازم ناخد بالنا شوية، لو هطلع أشرح درس وفي عليه إنجليش لازم آخد بالي من نطق الكلمات دي. المهم، تقع مصر في الشمال الشرقي لقارة أفريقيا، تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر. أدي مصر أهي، تمام، في قلب الإيه؟ دي قارة أفريقيا، ودي قارة أوروبا، ودي قارة إيه؟ آسيا، وقارة أوروبا. طبعا أكبر قارة هي قارة إيه؟ قارة آسيا. هي مصر في النص هنا كده، تمام؟ مصر في النص، تتوسط قارات العالم القديم. يعني ايه ده؟ يعني ايه قارات العالم القديم؟ احنا عندنا قارات العالم القديم اللي الناس كلها عارفاها، اسيا وافريقيا واوروبا، وبعد كده اكتشفوا 4 قارات تانيين اللي هم مين؟ استراليا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه والقاره القطبيه الجنوبيه انتاركتيكا. فمصر جايه في نص القارات الثلاثه دول، تمام؟ طب ده ادى الى ايه؟ ده ساعد على الاتصال بالعالم الخارجي، سواء ثقافيا، حضاريا، تجاريا. يعني اعرف اروح قاره اسيا اتاجر معاها، او ينفع اقدر اروح قاره اوروبا اتاجر معاها، واقدر اروح قاره افريقيا اتاجر معاها. فانا اصلا في قلب الايه، المراكز الثلاث دول، فسهل جدا جدا بين الـ3 قارات. بقت مصر حلقه اتصال بين قارات العالم القديم. عشان كده زمان انجلترا وفرنسا والانجليز واوا كان دايما عايزين يغزوا مصر، عايزين يعملوا مستعمرات هنا، لانه سهل يروح اوروبا، سهل يروح اسيا، سهل يروح افريقيا، فهي اصلا تتوسط مراكز العالم القديم، تمام. تاني، تقع مصر في الشمال الشرقي لقاره افريقيا. احنا في قاره افريقيا، العالم كله احنا هنا، بس هي في الشمال الشرقي لقاره افريقيا، تطل على بحرين مهمين جدا جدا جدا، البحر المتوسط في الشمال والبحر الاحمر في الشرق. ايه تالت؟ ده لازم تحفظ. تتوسط قارات العالم القديم. احنا خدنا السنه اللي فاتت الخريطه، من اهم فوائدها ان هي بتساعد المعلم والتلميذ على المذاكره، وانت بتذاكر لازم تجيب الخريطه قدامك. تتوسط مصر قارات العالم القديم، اسيا وافريقيا واوروبا، قاعده في النص. ده ادى الى ايه؟ عمل لي ايه؟ سهل الاتصال ثقافيا وحضاريا وتجاريا مع الدول. اقدر اجيب بضاعه من اوروبا، اقدر اجيب من اسيا، اقدر اجيب من افريقيا. اوروبا تقدر تروح اسيا عن طريقي، عن طريق قناه السويس. افريقيا تقدر تروح اوروبا عن طريق قناه السويس. اوروبا
تقدر تروح اسيا عن طريق قناه السويس. كان كده مصر كانت مطمع للغزاه على مر التاريخ، دايما عايزين يحتلوها علشان هي موقعها الجغرافي ممتاز جدا جدا. سؤال، ما هي المميزات لموقع مصر الجغرافي؟ ها، يتوسط قارات العالم القديم، تمام، سهل الاتصال فكريا وثقافيا وحضاريا وتجاريا مع دول العالم الايه المجاور، تمام، ساعد على الاتصال بالعالم الخارجي وسهوله الاتصال حضاريا وتجاريا، خاصه بعد افتتاح قناه السويس اللي هي بتربط الشرق بالغرب. كان زمان بيروحوا ينقلوا البضائع عن طريق راس الرجاء الصالح، بيلفوا ليه 3 او 4 شهور بالسيارات والجمال، لكن قناه السويس في 12 ساعه او 11 ساعه تقدر تنقل بضايعك من الشرق للغرب، تمام، بتفرق في بورسعيد، وبورسعيد بتودي البحر المتوسط والناحيه الثانيه، تمام. يبقى ده موقع مصر الايه الجغرافي، حاجه تتحفظ تيجي اكمل. تبلغ مساحه مصر 1,000,000 كيلو متر مربع، تقع مصر في الشمال الشرقي لقاره افريقيا، تطل على البحر الاحمر، البحر المتوسط. ده ادى ليه؟ ساعد على الاتصال بالدول العالم الايه الخارجيه. دي قاره اسيا، افريقيا، اوروبا، ومصر فين؟ ومصر في النص، تمام. طيب ده بالنسبة لموقع مصر بالنسبة لليابس والماء، هي قاعدة فين على الأرض، تمام؟ طيب الموقع الفلكي، إيه الموقع الفلكي؟ إحنا أخدنا في سنة رابعة حاجة اسمها شبكة الإحداثيات، خدتها كده على السريع. يعني إيه؟ قال لك من عناصر المفاتيح، من عناصر الخريطة، مفتاح الخريطة، عنوان الخريطة، شبكة الإحداثيات، خطوط الطول ودوائر العرض، الاثنين بيحددوا الموقع، لكن ده بيحدد الموقع لحاجة معينة وحاجة معينة. أول حاجة عندي الموقع الفلكي خطوط الطول. زي ما انت شايف كده، دي الكره الارضيه، خد الطول جايب يعني طول بالطول، جايب الطول، ذاكر بايه؟ بعقل، جايب الايه؟ بالطول، خطوط الطول جايب الطول، دوائر العرض جايب العرض. تعالى نعرف ايه مهم دي ومهم دي. خطوط الطول هي انصاف دوائر تبدا من القطب الشمالي، طبعا شمال وجنوب، شمال اهي الاتجاهات انت عارفها، شمال وجنوب، تبدا من القطب الشمالي حتى الجنوب، تبدا من هنا وتنتهي هنا، تبدا من هنا وتنتهي هنا، تبدا من هنا وتنتهي هنا، تمام، حتى الجنوبي بعد خط جرينتش. خط جرينتش مهم جدا جدا جدا، ده بنعمل بيه ايه؟ ده الخط الرئيسي ودرجته نقط صفر، بتشوفوا اللي على الام بي سي تقول لك بتوقيت جرينتش، بتوقيت مكه المكرمه، بتوقيت مصر. ايه خط جرينتش ده؟ ده خط بنعرف منه تحديد الزمن والفرق بين الدول في الزمن في الساعات، بس درجته ايه؟ صفر. طيب مهمته ايه خط جرينتش ده؟ رقم واحد، يقسم الكره الارضيه شرقا وغربا، شرق وغرب، هو في النص هنا، تمام، يقسمها شرقا وغربا. لازم تاخد بالك من النقط دي عشان تيجي في امتحان اكمل او اختيار. تاني، يقسم خط جرينتش الكره الارضيه شمالا وجنوبا، غلط، امال ايه؟ شرقا وغربا، تمام. طيب يحدد الموقع على سطح الارض شرقا وغربا، هو اصلا بيفصل الشرق بالغرب. طب هو بيعمل ايه؟ بيحدد بيحدد الموقع في الشرق وفي الغرب، هو دي مهمته، هو جايب الطول، يبقى هيفصل الكره الارضيه يخليها نص شرق ونص غرب. طب بيعمل ايه تاني؟ بيحدد الموقع او الزمن شرقا وغربا، طب وشمالا وجنوبا؟ لا ملوش علاقه. ثلاثة، الزمن وفرق التوقيت، بنعرف منه الزمن بين الدول، بينه وبين مصر 4 ساعات مثلا، بينه وبين السعوديه 3 ساعات وهكذا، خلاص. طيب ده بالنسبه لمين؟ خطوط الطول. تاني، خطوط الطول هي انصاف دوائر تبطأ تبدأ من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، تمام، حتى الوصول لخط جرينتش الذي درجة الزمن بتاعه صفر، الخط الرئيسي ده صفر. مهمته ايه؟ يقسم الكرة الارضية شرقا وغربا. اتنين، يحدد الموقع على سطح الارض شرقا وغربا. تلاتة، تحديد الزمن وفرق التوقيت بين الدول، تمام، وادي خطوط الايه؟ الطول، جايب الطول. طيب بعد كده حاجة اسمها دوائر العرض. دوائر العرض باينة من اسمها، هي الكرة الأرضية جاب العرض، تمام، شرقا وغربا. طب ده كان بيعمل، لازم تذاكر ببعاء، ده كان بيعمل ايه؟ ده كان بيبدأ من الشمال للجنوب وبيفصل بين الكرة الأرضية شرقا وغربا، يبقى ده عكس، ده بيفصل بين الشمال والجنوب، هنا الشرق والغرب، هنا بيفصل بين الشمال والجنوب وبيبدأ شرقا وغربا، اعكس دي، تمام، أهو. دوائر افقيه، يعني افقيه جايب العرض، اهي باينه من اسمها افقي، دوائر عرض جايب العرض، ودي جايب الطول، يبقى دوائر عرض ودوائر وخطوط طول دوائر عرض، تمام. غير متساويه الحجم، ليه مش متساويه؟ بص كده الخط ده، لان الكره الارضيه اصلا مالها؟ قلنا منبعجه ومفلطحه عند الايه؟ من فوق زي البيضه كده، من فوق
القطر بتاعها صغير ومن تحت مفتوحه شويه، فالخط اللي هنا اكيد مش هيساوي الخط اللي في النص، فهي دوائر غير مستويه. تمام. بعد كده اكبر دائره هي خط الاستواء. هنا كان خط مين؟ جرينتش. لما تيجي تذاكر حاجه اسمها مايند ماب، نستخدمها في تدريس اللغه الانجليزيه، بتجيب ورقتين وتكتب هنا خطوط الطول وتعمل عليها دايره، والعرض وتعمل عليها دايره. الطول بعمل سهم كده بتفصل بين الشرق والغرب، واعمل سهم كده بتبدا شمالا الى جنوبا، واعمل سهم كده واقول خط جرينتش. تمام. مهمتها تحديد الزمن. دوائر العرض هقول اعمل سهم كده واقول بتفصل بين الـ الشمال والجنوب. تمام. غير متساويه. خط الاستواء، لازم انت بتذاكر المنهج الجديد محتاج حد يفكر مش حد يحفظ. اوعى تقول خطوط الطول شمالا وجنوبا، لا، اعمل مايند ماب، خريطه فكريه، وسجل ملاحظاتك على عمرك ما تنساها ابدا. تاني اكبر دائره هي خط الاستواء. تمام. وتصغر كلما اتجاهها شمالا. بص كده، ادي مين؟ خط الاستواء في النص. لو طلعت فوق الخط عمال يصغر يصغر يصغر، ولو نزلت تحت عمال يصغر يصغر يصغر. يبقى اكبر دائره هي خط الاستواء المنتصف، بتصغر لما نطلع شمالا او جنوبا. ما فين بتصغر يا مستر؟ ما انت عندك الخط ده، هو ده اكبر خط اهو، دائره الاستواء. ايه اللي بيصغره؟ ما هو عمال يقل يقل يقل، ان الكره الارضيه بتصغر من فين؟ من شمالا، وبتصغر ايه؟ جنوبا. يبقى اكبر دائره هي خط الاستواء، تصغر كلما اتجهنا شمالا او جنوبا. طيب ايه تاني؟ تقسم الارض الى شمال وجنوب. دي كانت بتقسم الى ايه؟ شرق وغرب. هعكس شمال وجنوب، هو في النص اهو، بيقسم نص شمالي ونصف جنوبي، لكن خطوط الطول نصف شرق ونصف غرب. ذاكر بده. عندي حاجتين، مدار السرطان ومدار الجدي. مدار السرطان دائره عرض عن 23، تحفظها. مدار السرطان دائره عرض عن 23 شمالا، هنا مدار السرطان هنا 23 شمالا، ومدار الجدي 23 ايه؟ جنوبا. ادي الدرس الاول بيتكلم عن تحديد موقع مصر، سواء جغرافيا عن طريق اليابس والميه، او فلكيا عن طريق خطوط الطول ودوائر العرض. فلكيا تقع مصر بين قارات العالم القديم في الشمال الشرقي لقاره افريقيا، وتتوسط قارات العالم القديم اسيا وافريقيا واوروبا. مما ساعد؟ ما النتائج المترتبه؟ ما الذي ادى اليه موقع مصر؟ دي كلها اسئله ادى الى سهوله الاتصال بين العالم الخارجي والانفتاح ثقافيا وفكريا وتجاريا. بالنسبه لموقع مصر فلكيا، عندي خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول جايب الطول، تمام، تبدا شمالا الى جنوبا، بتقسم الكره الارضيه شرقا وغربا، تحديد الزمن في الشرق والغرب. تمام. فيها خط جرينتش درجته صفر، مهمته ايه؟ تحديد الزمن. تحديد ايه؟ الزمن. تحديد الزمن بين الشرق والغرب. تمام. طيب الناحيه الثانيه، الخطوط او دوائر العرض بين اسمها من العرض، تمام، تبدا شرقا الى غربا، تقسم الكره الارضيه شمالا وجنوبا. ايه هو اكبر خط فيها؟ خط الاستواء، يقل كلما اتجهنا شمالا ويقل كلما اتجهنا جنوبا. عندي مدار السرطان ومدار الجدي. مدار السرطان 23.5 درجه شرق شمالا، ومدار الجدي 23.5 درجه جنوبا. ادي الدرس الاول، وسهل جدا جدا جدا. خد بالك المنهج الجديد ما فيهوش نص جغرافيا ونص تاريخ، الدرس ده جغرافيا، الدرس الجاي هيتكلم عن التاريخ. تمام. درس كده ودرس كده. يا ريت اكون قدرت افيدكم على ما الكتب تنزل. انا كاتب الكتاب، انا كاتب الدرس على السطور عشان الكتب لسه ما نزلتش، فالدرس ده متسرب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.